الجودة من قناة بي جي تي، ورجعنا لكم اليوم فيديو جديد. طبعا اليوم معنا ضيف لأول مرة، أخونا الكابتن رياض الأنصاري. طبعا هاي ربيت الوالد من سنين، وهو صراحة هو اللي عزمنا الفيديوية. كان حياك الفضل، لكن قلنا هذا جاهز حق الأفراح فاحنا عزمنا. حياك الله أخوي، وإن شاء الله اليوم كنا نسولف حق الأفراح. إن شاء الله نتوفق. إحنا معك كم تجهيزات؟ إن شاء الله. شو قبل ما ثمانية وسبعة، ثنتين سبعة وواحدة ثمانية. كم قفشة؟ قفشتين وميرورة. قفشتين ميرورة. أيوة. طبعاً أيضا معانا اليوم غني عن تعريف مبارك، الحمد لله بالسلامة. الله يسلمك. إيه مريض فترة لكن الحمد لله. لا لا بحر صح صح ماري راح يورا لا. طبعاً حالياً إحنا نشوف قدامنا في سمكة وطيور، وإن شاء الله تضرب علينا. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله. نبدا السحاب كذا شو جيش الخباط ما يضبط شيء. شوف كذا ما شاء الله، توقعوا خباط ولا لا؟ اكتبوا تحت بالكومنت. شوفوا 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 شوفوا، يلا يلا جايينك جايينك. مستعد مبارك؟ مستعد حق تسحب؟ ايه. جهاز القفاز اهم شيء. اه يبي له قفاز اخوي. كفو. طبعا مبارك حق مبارك تليفون جديد. خش علي نسوي شوف. ما علي ما علي صفر صفر. نزل لك البرو 11 في لكبات هذه. ايه شوفون الطيور اللي هني تحتهم في سمات قاعد يضرب، ان شاء الله خبط يعني. اكو بعد هناك وايد نشوف الجهاز يبينون ولا لا؟ اوه ريحه البحر ما شاء الله. يلا صلاة الصلاة. هاي ضلعت لنا لا هي لازم سجل الحضور. هي لازم بداية الحضور عنده لازم. حجم زين يعني اللي نكل مو بليوبس. الكوين فيش يا جماعة. استعد استعد استعد. اكو هاي الاحلاح شكلها كلها الاحلاح. اكو لونه كنا لونه لا ليهن. شوف لي يمك مبارك. ها؟ الاحلاح. ايه الاحلاح. لا كلها الاحلاح يا جماعة. بارك حطها يا جماعة كمر. استعجلني. قلب واحد. بس بس. ايه؟ بس واحد. ما طولي. هذا اتوقع خباطه. هي صغيره هذا حاجه صغير. او دويلمي هي الحين فوق الخيط ذي. ها هذه اول خباطه. يا سلام يا سلام. طق 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 ما عندنا طط طط طط. ايه اول خطوه. ابو مبارك كفايه. ايه يرو الحين حط ناجي. شوف العوم شوف العوم. الله 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 الله. اكتب لي هنا ان شاء الله ان شاء الله يضربون. يلا كمل فيديو. خباط ما بين ما نسبنا واحدة بس، لكن قلنا بغير جو ونروح على جيجينج. رياض أنصاري شوف أول قاطة ذي شنينو، وهذه اللي منغارضة كلش
لقينا نوع من القين. شوفوا شلون ما شاء الله، شوفوا لونها، لونها حلوة ما شاء الله. ان شاء الله واحدة عودة عشان ناكلها بعد. لا كل غريب، وانا صراحة اليوم اول مرة اشوف هالنوع من السندراس. لازم تسوي لنا اخوي رياض، يعني شوف الغصبة شلون، طبعا الماكينة بن اوفر هيد، طريقات شلون تلاحظوا الخيط شلون صار داخل الغصبة. الريش اذا سحبتهم راح يدشون داخل عشان ما يغربلونك ولا يشربكون. عبارة صاير تشوفوا هاي نفس المحجون، هو راس السنارة يدش الخيط داخله. خلينا نشوف نقط احنا بعد جيجينج. مبارك ما حصل نارتي باقيها عني. مبروك على التلفون مرة ثانية. الحمد لله. او ثاني قاطع بعدين نقول على 100 جاك ونشوف شنو شكله. قطو بس ليلو قطو سمونا العيون هي هذه بالخرف يا جماعه. يقول وين سلونا بعد بالخرب اللي اخترع. صايد واحدة بس ما بسخة. بعد؟ يا بيصير واحدة ثانية وياه. ايه يا خمستهم يا. حدود بينة. بخشين ذي مال بالخرب. عزين حق اكل ذي ولا؟ صغير صغير في ناس يدورونهم ترى في ناس يدورون الاعجاب زي كبار كبار شباب. الحمد لله اول جد انا ادورهم صراحه. هاي صار بس مبارك وانا بس يودع عنا بس سوينا هناك مظله وشالوها. اه وين شالوهم والله ما شاء الله ثلاثه كانوا. شو يسمون اذا ثلاثه؟ دبل حلوي. لا غلابنا غلابنا كابتن رياض. لا هي شفت سنارة في صغير الحين واحد بس لا ضرب عود بين ازيد من واحد كذا ويلمي قص ما ادري. اوه الجش شوي عليه بليه بليه قصه قص البلد ما شاء الله كان عود. اي عود الصراحه بس تحت الماي بس حتى نقع. سلام. مرة صايد يمكن خيط من خيوط طبعا. أنا ما نزلت. أوه. شنو ذي؟ وحق الفوح ذي. ها بولج. والله ما. أكراري كراري. هذه الحلجة يا جماعة اللي كنا فلتر. نصور لكم واحد شلون حلجة تشوفوها. سبحان الله حلجة فلوتر ذي. شكاو بطل حاجة شوفوا كم مرة كذي بطل حاجة. ايوه راح احط لكم صورتي بصورة عندي حطيت لكم في الشاشة نفس السمكة. سبحان الله تاكل عوالق في البحر. وايد ثانية سولي سولي على بخشين دي ما عنده راس سولي. سولي ها ما شاء الله خوش شيء. لك سطل لزاق لا يلصق في ريلك بس. صغير هذا. ما شاء الله. اوه بلول مو بقطو ذي. ها؟ خيانة ذي. يلا كابتن. ما شاء الله معنا المكان يعني قوعه يا
غريبة. هاي الأولية شنو ذي؟ بخشين؟ شنو؟ والثاني بالول، بالول رسميا يعني. صغير نخليه يكبر ذي. اي ما شاء الله. بلا شوي بعد 5 أيام هاللون؟ يكبر؟ اي. لازم اعطيك بصمه قبل يطوب. وهذه قطو. ما اقول مياو ذي ها؟ الصمار. شعري؟ خشي. ان شاء الله ان شاء الله شيعود. يلا قفداره ما تعطي. يلا قفداره. صغيره مو لازم الشعر زين ما شاء الله بوسولي اي بوار ذي اخوي بورستروك ذي ها هاي وياه هاي ما شاء الله شنو ذي اصلي شعري اصلي ايه ما شاء الله هاي بخشين هذا زين طيب حق امي هذه شعري امي حاليا رجعنا حق الفوح استخدمنا حوالي ساعتين الظهر حاليا راح نجرب هالقاشة الجنيد الجديدة ما شاء الله لونها حلو نقول بسم الله الرحمن الرحيم يا رب نيو ديرا بعد ما شاء الله بداية طيبة شوفوا هذه كلها عوم كلها عوم ننتظركم يا ابني يا ابني ما شاء الله ما شاء الله شوفوهم 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 ما شاء الله وايد حاليا احنا في بولخرب راجعين على ينو متروس عم تغوص تحتهم مبارك ويك جد اللون ها ما شاء الله ما شاء الله شوفوا 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 كميات مو طبيعية ما شاء الله بعد اوه شوفوا دخول سهيل شلون متروس شلع انا ما ابي اضرب شبعون يس اكيد اكيد البر الثاني البر الثاني البر الثاني اضرب 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 ايه شكله شكله خباطي يا مبارك خلونا نشوف خرب عليك خرب عليك شوي طلع طلع لا تقول لا ما تقول خباطه ايه ولا مدام خباطه خباطه زين 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 طايره لكن مدارين بهدلات لا مدار ذي لا طب بس ما شاء الله حلو 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 هذه ثاني خباطة الحمد لله سيدا الحمد لله رب العالمين هذه الخباطة الثالثة على بورد رقم 7 قفشة تايجر الصفرة والبرتقالية فلاش أمي داريو لخمة لخمة والله أمي دون صورها ما شاء الله خوشة نجت هذا
الصيد ورد بعد روح على حنف بعد استاهل استاهل اوه هاي زينه ذي سنايبر الحمد لله هذه خفاضة لنا كبارهم اعتقد على نفس الحجم على السنايبر الرصاصية ايه فباكتل بالطب ايوه فانشرمت ها شطعت بالعيمة شكرا طقيت بالعيمة اول ها وبعد عنه هاتوا هاتوا مني ما شاء الله حاسب يالك سلام سلام كل على سنايبر يا ابو رصاصية سمعني ما خليه هذا الصعب والله ضرب كميه جانا حق الجيجينج وشوفوا مبارك شايب احنا نخسر بلود وهو يلقطهم لنا ايه قولون عدتكم كلها علي عليك ها قولون يا لا وحرق وحرق شوف اي 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 مضبوطة الحمد لله مثل ما شفتوا اليوم توفقنا بالصيد الطيب طبعا خبط على اخر الوقت بدا يصيد وطبعا نهيناها بالجيجينج والخيوط العزل طبعا شرفنا اليوم اخوي رياض ما قصرت واستفدنا منك وخبراتك وهذه بعد معلومات حق ربع اذا حابون يجربون الطرق الثانيه من اللفاح ان شاء الله لنا حلقه وياك مره ثانيه ان شاء الله ان شاء الله وموعدنا في الاخبار الخرف ها حدا ان شاء الله ان شاء الله يعطيك العافيه ان شاء الله استمتعت اليوم اول حلقه لفوح معنا استمتاعي بينه الحمد لله عفوا ها قشتنا اكو قول لك تعال 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 هناك اما هذه اخرتها نيسر وهذه الصيد كامله يا جماعه ماري يمكن سبع خبطات وجيش شوفوها حي بعد وهذه الحارة نهايتها كنت حرك عينها بعد الحمد لله لا تنسوا في النهاية نقول لك سبسكرايب للقناة ونشوفكم على خير ومع السلامة